عاجل خبر صار من الرئيس السيسي منذ قليل وننشر التفاصيل. وعاجل حاكم دبي بيوجه رسالة للعالم العربي حول التاريخ الجديد الذي يصنع الآن. وعاجل تفاصيل قيام البرلمان بالموافقة على حذف كلمة سجن من القانون. وعاجل وللأسف البورصة تتعرض لخسائر بالمليارات. وعاجل الآن مصر تفرض حظرا على بعض البضائع الأوروبية. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط أيضا على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول بأول. عاوزين نوصل على هذا الفيديو لأكثر من 2000 أعجبني أو لايك وغرق التعليقات بصلاة على الحبيب وتحيا مصر. عاجل خبر صار جدا، وصول الرئيس السيسي منذ قليل إلى السعودية، وخبر صار للمصريين الراغبين في العمرة. ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرياض في إطار زيارة رسمية، حيث كان في استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية رسمية أن الرئيس السيسي وصل إلى الرياض في زيارة رسمية سيلتقي خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. بحسب الوكالة كان الأمير محمد في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وسبق أن أكدت الرئاسة المصرية أن السيسي توجه إلى الرياض ضمن زيارة تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة. وأضاف الرئيس السيسي سيبحث في السعودية مع الملك سلمان والأمير محمد العلاقات الثنائية والوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الحالية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الحالية. المصدر معانا كان من وكالة أنباء الشرق الأوسط وبعض الوكالات، ونخش على طول في خبر مهم معانا وصار للراغبين في العمرة. أكد عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية أنه سيتم إلغاء العمل بإجراءات صعبة للقادمين للسعودية، وسوف يشهد أيضا سعر العمرة انخفاضا بذلك. وكان ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج 90 دقيقة. أشار عادل حنفي إلى أن رد الفعل كان إيجابيا على المصريين بعد ما كانت الإجراءات صعبة عليهم، وأن ذلك يعد خطوة جيدة في طريق عودة الأمور إلى طبيعته. وأكد أن السعودية في طريقها لتصبح الأولى في العالم في الحصانة المجتمعة. المصدر معانا كان من المصري اليوم، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. نبدأ مع بعض في تفاصيل خبر آخر معانا وعاجل. حاكم دبي بيوجه رسالة للعالم العربي حول التاريخ الجديد الذي يصنع الآن. وجه حاكم دبي رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رسالة إلى العالم العربي حول التاريخ الجديد الذي يصنع الآن. وقال آل مكتوم في تغريدة نشرها: العالم يمر بمتغيرات كبيرة وموازين جديدة وتحالفات صعبة، لن تكون الغلبة في النهاية إلا للأمم القوية الغنية المتقدمة. وتابع متسائلا: ألم يحل للعرب أن يتقاربوا ويتعاونون ويتفقوا حتى يكون لهم وزن ورأي ومكان في التاريخ الجديد الذي يصنع الآن؟ ولم يوضح آل مكتوم ما هي التطورات التاريخية التي تحدث عنها، لكن تغريدته تأتي تزامنا مع التوتر في الشرق وخاصة في أوكرانيا. المصدر معانا كان من أرتي. عاوز أعرف من حضراتكم، هل فعلا يتم صناعة تاريخ جديد الآن ويتم صناعة تكتلات وتحالفات يعني صعبة في الوقت الحالي وينت مع ده فعلا ولا لا؟ أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر المهم جدا معانا. ولازم فعلا يكون في اهتمام بكلمة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشأن التكاتف والتعاون بين الدول العربية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل تفاصيل قيام البرلمان بالموافقة على حذف كلمة سجن من القانون. وافق مجلس النواب المصري نهائيا على مشروع قانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم السجون وتغيير أسماء السجون إلى مراكز تأهيل. وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في مصر إبراهيم المصري أن مشروع قانون بيستهدف تغيير مسمى السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل
عمومية أو مراكز إصلاح جغرافية أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة. وقال المصري: مشروع القانون بيستهدف تغيير اسم السجناء إلى نزلاء ومأموري السجون إلى مديري مراكز تأهيل، وإلغاء كلمات سجون ولمانات حيثما وردت بالقانون. ويتضمن مشروع القانون أيضا حقوق جديدة للنزلاء مثل تسليمهم المذكرات والمكاتبات شخصيا، وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية وحقهم في استكمال تعليمهم والمشاركة بالامتحانات. ويأتي مشروع القانون في إطار التطوير الذي تقوم به الدولة وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا. كما يأتي مشروع القانون في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية من حيث المسميات والمباني وتوفير كافة الخدمات والرعاية للنزلاء لتأهيلهم اجتماعيا وإدماجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم من خلال برامج وخطط التنمية ومراعاة حقوقهم. المصدر معانا كان من الوطن. طبعا يعني نرى الآن تطور في الفكر الحكومي المصري، نرى الآن تقدم في أساليب العقاب المصرية، والهدف من النزلاء أنهم يكونوا مؤهلين للتعامل مع المجتمع مرة أخرى وتقضية فترة عقوبهم للتأهيل وليست فقط للعقوبة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل، وللأسف البورصة تتعرض لخسائر بالمليارات، البورصة المصرية. وتعرضت مؤشرات البورصة المصرية لهبوط كبير في ختام تعاملات جلسة أمس الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع. وقال محللو أسواق المال: التراجعات التي شهدتها البورصة المصرية إنها تأثرت بتراجعات أسواق المال العالمية نتيجة الأزمة في الشرق، ما زاد احتمالات التضخم الواسع النطاق ومخاطر إبطاء النمو الاقتصادي. للأسف وصلت أسعار خام برنت للبترول $130 للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ سنة 2008. قفزت أسهم النفط والغاز الأوروبية 3.4% وشركات التعدين 3.7%. وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 14.5 مليار جنيه، ليغلق عند 693.987 من ألف مليار جنيه، مقابل مستوى 708.566 من ألف جنيه أمس. وتراجع مؤشر EGX 30 بنسبة 3.63% ليغلق عند مستوى 10.691.68 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 1870.76 نقطة، وكذا مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 2832.61 نقطة. المصدر معنا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر معنا وعاجل الآن. مصر تفرض حظرا على بعض البضائع الأوروبية، وأعلنت وزارة المالية المصرية استعداد الموانئ والأسواق الرئيسية لتطبيق حظر دخول أي بضائع غير مطابقة للمواصفات الأوروبية من أجل رفع جودة المنتجات. وقالت مساعدة وزير المالية لمتابعة وتطوير الجمارك منى ناصر إن الوزارة بصدد عقد اجتماعات للتأكيد على منع دخول أي سلع أو منتجات مستوردة للبلاد إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات المعلنة والمحدثة بدءا من نهاية مارس الحالي. لافت إلى أن المنظومة الجديدة تتابع تفاصيل عمل المستورد والمصدر ومواصفة السلع المعلنة بشكل مسبق للطرفين. ووضحت في مداخلة هاتفية البرنامج اليوم المذاع على فضائية DMC إن في العديد من السلع تختلف عن المواصفات القياسية مع التأكيد ومراجعة المواصفات قبل وصول البضائع إلى الموانئ من خلال الأوراق. أشارت إلى أنه في حالة وصول بضائع مخالفة للأوراق المعتمدة مسبقا من الجمارك يتم رصدها كمخالفة في حق المصدر والمستورد من خلال نظام المخاطر واتخاذ إجراءات إضافية تجاه المخالف في حين ثبوت مصداقيته. وأشارت إلى أن الجمارك تفرض الرقابة على المواصفات بشكل متكامل، خاصة وأن أكثر المنتجات المخالفة للمواصفات القياسية كانت في الأغذية.
مؤكدة على أنه سيجرى تطبيق النظام الجديد من نهاية شهر مارس الحالي. المصدر معنا كان من الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. الحكومة تطمئن المواطنين بشأن أمن البلاد الغذائي. وزارة التموين المصرية أكدت أن أمن مصر الغذائي سليم تماما، ومخزونها الاستراتيجي من السلع الغذائية مطمئن. وخلال مقابلة برنامج مساء DMC، أوضح المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين قائلا: بالرغم من استغلال البعض للأحداث الحالية ومحاولة التربح من الأزمات، إلا أن أمن مصر الغذائي سليم تماما ومخزونها الاستراتيجي من السلع الغذائية مطمئن. القيادة السياسية أنفقت ما يقرب من 50 مليار جنيه للتوسع في المناطق اللوجستية، ونتج عنها توفير مخزون استراتيجي بيكفي لأكثر من 6 أشهر. لافتا إلى أن الحكومة تمكنت من إعداد 1500 مخزن في الفترة الماضية تابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ونتج عنه عدم وجود نقص في أي سلعة غذائية منذ 6 سنوات، وأن الدولة المصرية تمكنت من تجاوز فترة الأزمة باقتدار دون نقص ملحوظ في أي سلع غذائية بفضل استعداداتها. وعن أسعار السلع وازديادها، قال عبد المنعم خليل: وضح هناك تزايد في بعض أسعار السلع بشكل مباشر مثل الزيت، حيث نعتمد في استهلاكنا على 97% من الخارج، وحدثت زيادات عالمية، ولكن ظلت وزارة التموين محافظة على الأسعار لوجود تعاقدات ومخزون استراتيجي. كما أكد خليل أن مصر لديها اكتفاء من الأرز والسكر ومخزون من القمح بأكفي 4 شهور، وحصاد القمح القادم في شهر إبريل، بالإضافة لاستخدام الدولة لأفضل وأضمن وسائل التخزين للقمح. شدد على أن الوزارة لم تزود قرشاً على أسعار السلع الغذائية، بما يؤكد أن الأسعار لم تتغير بالشكل الذي حدث، مطالباً المواطنين بالشراء من المجمعات الاستهلاكية والابتعاد عن المستغلين من التجار والمتلاعبين بالأسعار. المصدر معنا كان من الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. خلي بالكم، لأن في تجار مستغلين لهذه الأزمة الحالية وبيرفعوا أسعار الحاجات بشكل مبالغ فيه، فالتاجر اللي تلاقيه بيغلي عليك الحاجة ابعد عنه تماما وما تشتريش منه لحد ما يظبط أسعاره، وحاول انك تدور على المجمعات الاستهلاكية التابعة للجيش او الداخلية وتحاول تشتري منه. وجينا مع بعض لنهاية نشرة الاخبار البسيطة والخفيفة، اتمنى اكون خفيف على حضراتكم. كان معكم اسلام الامير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا اي بي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.